رجعنا لحضراتكم من جديد، والحقيقة موضوعنا موضوع مهم عن العمل الخيري، عن الدور الإنسان بيلعبه في المجتمع، إن هو ما يكونش تفكيره أو عطاؤه مقصور على نفسه أو على المحيط القريب منه، الخريطة الصغيرة، لا، يمتد علشان يكون في دور وعطاء للآخرين، خاصة الأولى بالرعاية. دعم الفئات الأولى بالرعاية مش بس مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة، مهم جدا يكون في جهد من الأفراد نفسهم. لما يكونوا كمان الأفراد حديثي السن، فأكيد دي حقيقة رسائل بتدي طاقة إيجابية، رسائل جميلة جدا جدا جدا، أن يكون لسه في شباب في مقتبل العمر بيفكروا في غيرهم، وان ما بيكونش فرد واحد، بيكون كمان في جهد تكافلي، عمل في اطار منظومي. يعني يمكن بخص بالذكر مبادره طلابيه لبيع الكتب لصالح المرضى والمستشفيات، وتحديدا مرضى ومستشفيات السرطان، ومهم جدا ان احنا نتعرف على التفاصيل عن هذه المبادره. وافتكر مش من فراغ كمان ان يكون يعني واحد من القائمين بهذه المبادره هو ايضا متفوق، هو نبته طيبه جدا، يعني ان شاء الله مع استثمارها بشكل أكبر هيسهم المزيد من الإسهامات اللي تفيده وتفيد الآخرين، وبالتبعية تنعكس إيجابا على مصرنا الحبيبة، على الدولة المصرية. بوجه التحية لضيفي في هذه الوقفة الحوارية في هذا الصباح، سامي فريد فوزي، مؤسس المبادرة اللي احنا بنخصها بالذكر اللي هتعرف على المزيد عنها، وهو أيضا حاصل على المركز الأول في الثانوية الألمانية. بداية ألف مبروك يا سامي. شكرا. عنوان المبادرة أكيد بيعبر عنها بشكل أو بآخر. نعرف منك الفكرة نفسها جات لك أو جات لكم إزاي، لأن أكيد ده جهد من مش جهد فرد واحد. أيوة طبعا. اتفضل. المبادرة قلبها على ورق. هي المبادرة ابتدت أولا أصلا بفكر. إحنا عندنا في المدرسة كل ما الدفعة يعني بتخرج أو كده بتبيع كتب بتاعتها معظم وقت للدفعة اللي بعديها، عشان الكتب هنا في المدرسة عندنا بالذات بتكون من برة وبتكون غالية. فأنا كنت عندي فكرة زي أبيع كتب ساعتها، ولا أنا أتبرع بثمن الكتب دي لمستشفى ساعتها 57 357. فابتديت في الأول أنا بس ببيع الكتب المدرسية بتاعتي بس، بعد كده أنا فكرت مش لازم بس تكون يعني كتب مدرسية، فأنا ابتديت برضه أبيع كتب تانية عادية، وعجبت الفكره برضو ناس تانية، طلاب واهالي تانية عندي في الدفعه بتاعتي. بتضمن ازاي ان العائد اللي بيجي منها بيروح لاوجه الانفاق اللي انت عايزها؟ فاهم سؤالي؟ انا مخصوص رحت 57 357 مع بعض الاهالي عشان اتاكد هما يدفعوا فلوس يتبرعوا بالوصل هما 57، وبعد كده هما يبعتوها لي وانا ادي لهم الكتاب، هما يكونوا متاكدين، ممكن يبعتوهم هما لاي جهه هناك في 57 357 اللي هما عايزينها. الموضوع ابتدى معاك في الاول ان سامي بيعمل كده. ايوه. ازاي بقى المساله اتسعت؟ ما في ناس ثانيه في الدفعه طبعا عجبها الفكره طبعا والاهتمام بالناس اللي محتاجه الرعايه، بالذات الاطفال بالذات، فالناس ثانيه كانت عايزه تشارك في الموضوع. فجم طلاب تانية برضه عايزين يبيعوا الكتب بتاعتها ويتبرعوا بيها ل 57 59، فبقيت برضه احط الكتب بتاعهم على الويب سايت بتاعي. انا كنت عامل ويب سايت عشان كنت بحط فيها ببيع الكتب، هم برضه انا حاطط رقم تليفونهم واسمهم، وفي ناس كمان بعت لي الكتب بتاعتها يعني صورها واساميها وانا حاططها على الويب سايت. هم بعد كده الناس بتتواصل معايا، هم بعد كده بيتبرعوا بالفلوس اللي هم عايزين يشتروا ثمنها الكتب ل 57 ويبعتوا الايصال وانا ادي لهم الكتب. المبادرة دي انطلقت امتى وعدد المشاركين فيها وصل لحد ايه دلوقتي، وايه تطلعك وازاي ده هيترجم ل يعني انشطة وفعاليات هتقوموا بيها علشان تحققوا اكبر قدر ممكن من الاستفادة وتوسعوا المسألة بشكل اكبر لخدمة الاخرين اللي هم اكيد في امس الحاجة للدعم ده؟ انا ابتديت ابيع كتب المدرسيه واتبرع بيها 57 357 ممكن من زي حتى 6 شهور، بس كانت حاجه ساعتها صغيره، كنت ببيع انا كتبي بس وكده، ما كانش لسه مبادره. أيوة. بس دي الفكره ساعتها ابتدت كده. وبعد كده بعد ما ابتديت ابيع كتبي انا تانية وكتب الناس تانية، هي متهيألي من زي شهرين ثلاثه أو 4 شهور حوالي، ابتدت بقى بجد مبادره بجد تبتدي ويكون فيها طلاب كتير تانية مختلفه بيشاركوا فيها.
ابتدت تتعمل بشكل منظم اكتر. ايوه بالظبط. كلمني عن التفاصيل لحد ما وصلت على حد معلوماتي منصه على الانترنت، ويعني عرفني اكتر بالتفاصيل عشان حتى كمان لو حد من المشاهدين مهتم ان هو ينضم للمبادره دي، اكيد دي هتكون فايده وهيدي الموضوع زخم اكبر. هي المبادره على كنت حاططها على اللينك بتاعي انا اللي هي sami.fawzi.com/ 75 73 57 57. قولها لي تاني بعد اذنك. سامي فوزي. ايوه. .com/ 75 53 57 او قلب على ورق. بعد كده هناك في كل الكتب اللي بيتباعوا، والناس تانية كمان في الدفعه اللي بتبيع كتبها وارقام تليفوناتها وكتبهم هم برضه. جميل جدا. ايه يعني طبعا الخطوه في حد ذاتها طبعا خطوه جميله جدا، لكن خليني برضو اسالك، اكيد ده مش نهايه المطاف، ده مش اخر اللي انت عايزه، اكيد انتوا ليكوا تطلعات تانية. ايه اللي عايزين تعملوه؟ ايه اللي ناقصكم؟ وايه الاهداف لسه اللي فاضله اللي حاسين ان انتوا ما حققتوهاش في اطار المبادره دي، او يمكن مبادرات تانية من هذه النوعيه هتفكروا فيه؟ لان واضح طبعا العقل، وخصوصا لما يكون العقل ده منور ويكون فيه تفوق، فمفيش حد يعني في التفكير، اكيد انتوا هيبقى عندكم ابداعات تانية في الموضوع ده ان شاء الله قريب باذن الله. احنا محدودين قوي دلوقتي يعني في مدارس الالمانيه حتى، وفي دفعتنا والدفعه اللي بعدينا. وانا حقيقة كنت عايزه هي يكون عايزاها تنتشر اكتر، يعني ما تكونش فكره بس محدوده للمدارس الالمانيه او دفعتنا او الدفعه اللي بعدينا، بس هي تكون الناس اكتر بتعرف تبيع الكتب بتاعتها وتتبرع بثمنها لصالح اي مستشفيات او اي ناس محتاجه رعايه، مش محتاجه تكون 57 59، ممكن حتى اللي هي مؤسسه قلب مجدي يعقوب او اي مؤسسات خيريه ثانيه. جميل. عشان تهي ده دور مهم يعني، بالذات ان حتى الشباب يؤدوه في المجتمع يعني. كلمني عن الجولات الميدانيه واهميتها، وايه انطباعاتك وانطباعات زمايلك عن الجولات الميدانيه دي اللي يمكن خلتكم تعرفوا عن قرب طبيعه المعاناه اللي بيعانيها المرضى او المحتاجين للدعم، وايه الطرق المناسبه للتخفيف عنهم بشكل او باخر؟ انا لما رحت 57 59 حتى مع بعض اهالي، احنا شفنا العيال وهم ما فيش حتى في المستشفى هناك. عجبني ما كانتش بس رعايه طبيه بس، كان في كمان اهتمام بالنفسيه بتاعتهم، يعني كان في زي نوع من كونسلنج هناك طبعا عشان اطفال بيعانوا من السرطان، فبيأثر كمان بس مش على صحتهم بس على نفسيتهم، وهناك كان في رعايه بصحتهم. بس انا اللي انا شايفه كان مهم ان عامه كل حد في المجتمع عنده دور يأديه حتى لو هو صغير، ان هو الاهتمام بالناس الاخرين في المجتمع بتاعه في الوطن بتاعنا في مصر، ان هو ما يكونش بس احنا حاسين بيهم او بنتكلم عنهم بس، يكون حتى في حاجه احنا بنعملها بنأديها عشانهم، زي معاهم في الطريق حوالي ان هم ان شاء الله يخفوا. فما تكونش بس تكون حاجه بجد بتحصل على الارض، حاجه بتساعدهم حتى لو هي حاجه قليله قوي. اللي بتعملوه ده يمكن بنسميه بين قوسين العمل الخيري او العمل التطوعي. لو هنعمق الموضوع اكتر، هو ده اللي مصر عايزاه، واللي يمكن القياده المصريه بتوليه اهتمام كبير، ان احنا نستثمر في الشباب وان احنا نزود او نفعل دور الشباب في المجتمع بشكل اكبر. في رايك انت مستوعب الموضوع ده ازاي؟ وايه اللي المفروض يتعمل اكتر؟ وايه نصيحتك للشباب او اللي هم لسه في بدايات مشوارهم، هيبتدوا حياه جماعيه، هيبتدوا حياه عمليه، ايه اللي المفروض يعملوا ان هم يشتغلوا على نفسهم في الموضوع ده في الجزئيه دي تحديدا؟ عامه يعني ان هم يعرفوا يساعدوا المجتمع، انت محتاج حاجتين مهمين قوي. العلم والاخلاق طبعا. ما ينفعش يكون عندك علم من غير اخلاق، دي حاجه تدمر اكتر ما هي تساعد. فاللي انا شايف مهم قوي اللي هو في التعليم، وان يكون عندك اخلاق كويسه، ان انت تعرف يكون عندك اهميه ان انت تساعد الوطن وتساعد الناس حواليك. عشان كده انا حتى كنت مختار يعني ساعتها اخش فيزياء، عشان كنت مش بس دي حاجه انا بحبها انا شخصيا، بس انا كنت شايف دي حاجه تساعد مصر وفي تقدمها العلمي بالذات. فانا شايف دي اهم حاجتين حتى بره الحاجات الخيريه، ان هو ان انت يكون عندك دور مهم ان انت تساعد فيه وطنك. انك انت طبعا تفوقت ده في حد ذاته يمكن
بداية المشوار. وطبعا تخصص الفيزياء ده تخصص جميل جدا، لكن يمكن انا عايزه بقى اقف مع جزئيه تانية. طبعا الاول بهنيك دايما ودايما نستضيفك وقريب نستضيفك تاني ويكون في نجاحات تانية حققتها ان شاء الله. لكن انا يمكن اللي عايزه اساله، دايما نقول ان احنا عايزين نكون سفراء لمصر في الخارج، وحتى في الخارج طبعا الواحد لما بيحسن للآخرين وبيساعدهم بيعمل عمل خيري، الموضوع ليه بعد ديني، بعد أخلاقي، بعد أن أنا كمان بحاول أن أنا أستفيد من العلم ده وأنقله للآخرين بصور مختلفة. اللغة هنا بقى ممكن تخدم إزاي؟ ولو جات لك فرصة أنك أنت تسافر، إزاي هيبقى في التواصل مع الآخر ده؟ إزاي أنت ممكن تستفيد من تجاربه؟ اللي إحنا بنشوف الحقيقة في ناس مش بس الأغنياء بيبقى لهم دور تطوعي كبير جدا، فما بالنا كمان بناس عاديه ممكن ما يكونوش يعني ممكن ميسورين الحال لكن مش موصفين بالأغنية، ممكن يكون عندهم فكره العطاء، العطاء مش مرتبط بالماده. رايك ايه في الموضوع ده؟ انا موافق طبعا، العطاء ملوش دعوه بالماده، انت ممكن تدي تساعد وطنك بكذا، تساعد الناس حواليك بكذا طريقه، او ان انت تروح تطلع هناك تعمل نشاط بالذات للشباب، هم عندهم يعني ممكن تطلع تساعد في حاجات مختلفه، مش لازم حاجه حتى فلوس او كده، بس انت نفسك تساعد يعني بايديك انت الاثنين. او كمان في موضوع اللغه او كده، انا حاسس ان انت تتعلم لغه جديده وتروح تكتسب المعلومات اللي في البلاد التانية بره وتجيبها مصر، دي حتى بنفسها نوع من عمل يساعد الوطن، نوع من حاجه مهمه احنا مصر محتاجاها. فانا شايف دول كلهم طرق، مش محتاج حتى بفلوس، انت ممكن تساعد يعني المجتمع المصري. ليه اخترت يعني مجال الصحه تحديدا يعني؟ وطبعا يعني ده طبيعي جدا، لان يمكن دايما احنا بنقول المحورين المهمين جدا في حياتنا الصحه والتعليم، دول كلمه السر. وطبعا الحد الادنى ان الواحد يكون عايش حياه كريمه، لكن انت كان عندك مجالات تانية كتير جدا كمان ممكن تفكر فيها الحقيقه، ان نستفيد من المبادره الطلابيه دي. لكن انت يمكن انتوا خصصتوها، مش عايزه اقول انت برضو عشان انتوا بتتعاملوا في اطار فريق عمل لصالح المرضى والمستشفيات. هل عندكم افكار لفئات اخرى محتاجه الدعم والرعايه لما الموضوع ده ينجح مبدئيا ان شاء الله توسعوا؟ ايوه، احنا ابتدينا عامه باطار الصحه عشان هي طبعا من اهم الحاجات، بس هي في اطارات تانية مهمه. يعني هو احنا مكملين اطار الصحه من اهم الحاجات عامه لاي مجتمع ان هو ينجح، ان هو يكون عنده ناس عندها صحه هناك. بس هو ممكن في كذا اطارات تانية، اطار حتى اكل، اطار دراسه، اطار يعني كذا اطار مهم في المجتمع محتاج برضو ان هو الرعايه بتاعته. فهل احنا مش يعني في التوسع بتاعنا برضو يعني كنا بنفكر ان احنا ممكن نتبرع لاطارات مختلفه، بس دلوقتي احنا يعني محدودين يعني في اكتر اطار الصحه، هو كبير كفايه اطار الصحه طبعا، ده لوحده محتاج شغل كتير جدا بالزبط. جدا وليه روافد كتيره جدا. انا هختم معاك يا سامي، ان طبعا قنوات التواصل نفسها مهمه جدا، خاصه في ظل طبعا التكنولوجيا دلوقتي، فيمكن ده بيخلي كمان اللي كنا زمان بنحققه في مده طويله دلوقتي ممكن نحققه في فتره اقصر بكتير. ايه قنوات التواصل او همزات الوصل اللي بينك وبين زمايلك عشان تحققوا الاهداف المرجوه؟ ويا ريت نذكر كمان بالطريقه اللي المفروض لو في اي حد مهتم يتواصل معاكم من خلالها. نرجع تاني نذكر بالموقع يعني اللي انت كنت اتكلمت عنه في بدايه حوارك. واسم الموقع samifauzi.com/753757، او قلب على ورق اسم المبادره. احنا عامة بنتواصل على واتساب عشان هي اسهل طريقة، هو رقم مكتوبة حتى على الويب سايت على البيج، رقمي انا الواتساب انا بتعامل بيه، ورقم ناس تانية في الدفعة انت ممكن تسأل عليه على الكتب اللي انت عايز تشتريها وتتبرع بثمنها 57 357. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله سواء في حياتك العملية وتفوقك يستمر، والتوفيق ايضا في المبادرة انها دايما تحقق الاهداف اللي انتوا عايزينها، ونبقى كلنا قلبنا على بعض، قلب على ورق قلبنا على بعض. بشكرك جزيل الشكر سامي فريد فوزي، الحصل المركز الاول في الثانويه الالمانيه ومؤسس هذه المبادره المحترمه جدا. بشكرك جزيل الشكر. شكرا.
شهد الكرام، وصلنا حضراتكم لختام لقائنا معاكم في هذه الحلقة من البرنامج، وبالتأكيد فقرتنا ومتابعتنا وتغطياتنا تتواصل معكم على شاشة قناة نيل الأفكار. إلى اللقاء.